الهمزة في بداية الكلمة يا إما تكون همزة قطع يا إما تكون ألف وصل. يبقى أنا هتكلم عن الهمزة في بداية الكلمة. همزة القطع هي همزة تنطق وتكتب سواء أكانت في بداية الكلام أو في وسطه. يبقى همزة القطع لازم نكتبها ولازم ننطقها سواء كانت في أول الكلام أو في وسط الكلام. أما ألف الوصل فهي ألف بدون همزة وتسقط وسط الكلام. أشكال همزة القطع، يا ترى شكل همزة القطع إيه؟ الألف اللي عليها همزة وفتحة آ، والألف اللي عليها همزة وضمة أو، والألف اللي تحتها كسرة إي، وأيضا ألف المد آ. دي أشكال همزة القطع. طيب أشكال ألف الوصل لها شكل واحد فقط، اللي هي الألف ليس فوقها أو تحتها أي همزات. يبقى أشكال همزة القطع خلينا عارفينهم أربع أشكال: همزة عليها فتحة أو ضمة أو تحتها كسرة أو عليها علامة المادة. أما ألف الوصل لها شكل واحد فقط اللي احنا شايفينه أمامنا. همزة القطع تأتي في الأسماء مثل أحمد وإبريق وآثار، وتأتي في الأفعال المضارعة. كل الأفعال المضارعة المبدوءة بهمزة تبدأ بهمزة قطع: أشاهد، أجلس، ألعب. وأيضا تأتي في الحروف أن وإن وألا وإلى، وتأتي في ضمائر المتكلم وضمائر المخاطب: أنا وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن. أما ألف الوصل تأتي في الأسماء في 8 أسماء فقط، منهم اسم واثنان وامرأة. وتأتي في الأفعال مثل اتصل واستعمل وكلمة اذهب. وتأتي في الحروف في الألف واللام الزائدة اللي هي ألف التعريف، زي كلمة الكتاب والمدرسة والولد. لها حالة واحدة فقط في الحروف زي ما احنا شايفينها، الألف واللام الزائدة على الاسم مثل كلمة الكتاب والمدرسة والولد. طيب المطلوب من الطالب في الصف السادس الابتدائي ان هو يعرف شكلها. يعني ممكن ناخد تدريب زي كده ويقول لي استخرج همزة قطع. همزة قطع عندي في الجملة الأولى: أصوات العصافير جميلة. أدي همزة القطع في بداية كلمة أصوات. وأيضا في الجملة الثانية: يا معلمات أنتن صاحبات رسالة سامية. طبعا الضمير أنتن. وفي الجملة الثالثة: أحلم بالسفر لمكة. الألف في بداية كلمة أحلم. وهناك تدريب آخر: اكتشف العلماء آبارا للبترول. طبعا كلمة آبار همزتها همزة قطع. أما كلمة اكتشف فألفها ألف وصل لأن ليس فوقها همزة ولا تحتها همزة. وكذلك كلمة استمعت همزتها همزة وصل أو ألفها ألف وصل. أما حرف الجر إلى فهمزتها همزة قطع. وأيضا كلمة أبيات همزتها همزة قطع. الجملة الأخيرة: أخذت الحقيبة من الجاري. كلمة أخذت همزتها همزة قطع. يتبقى لطلاب الصف السادس الابتدائي إن هو يعرف يكتبها إزاي في الإملة. يعني لو في بعض الكلمات همزتها همزة قطع أو وصل هيعرفها إزاي في الإملة؟ ده اللي هنعرفه في الشريحة القادمة. همزة القطع وألف الوصل. لو قلت لك مثلا كلمة اتصل، يا ترى بهمزة ولا بدون همزة؟ لو قلت لك كلمة أرسل، يا ترى بهمزة ولا بدون همزة؟ لو قلت لك كلمة اكتشف، يا ترى بهمزة ولا بدون همزة؟ أو كلمة أخذ، يا ترى بهمزة ولا بدون همزة؟ هنعرفها إزاي؟ سوف نضع قبل الكلمة حرف الواو. يعني كلمة اتصل هنحط قبلها حرف الواو أو حرف الفاء. ممكن نقول واتصل أو فاتصل. الكلمة مشيت معايا؟ أيوة مشيت. واتصل مشيت ما فيهاش خلل. إذن ألفها ألف وصل. يعني كلمة اتصل تكتب بدون همزة بهذا الشكل. يبقى أنا كده لو كتبت كلمة اتصل بهمزة تكون الكتابة خاطئة ويكون خطأ إملائي. الكلمة الثانية كلمة أرسل، عشان نعرفها هنضع أمامها حرف الواو. ينفع أقول وارسل؟ وارسل ما مشيتش معايا، تحس إن في خلل في الكلمة. إذا ننطقها بالهمزة ونقول وأرسل. أيوة كده انضبطت الكلمة. إذا همزتها همزة قطع لازم تكتب بهمزة، وإن كتبت بدون همزة تكون خطأ ويكون خطأ إملائي. الكلمة الثالثة اكتشف، عشان نعرفها هنكتب أمامها حرف الواو أو الفاء. واكتشف مشيت؟ أيوة مشيت. إذن همزتها همزة وصل أو ألف وصل تكتب بدون همزة بهذا الشكل، وإن كتبناها بهمزة تكون خطأ. أخذ بهمزة ولا بدون همزة؟ نضع حرف الواو. وخذ ينفع أقول وخذ؟ طبعا الكلمة بها خلل، ننطقها بهمزة ونقول وأخذ.
وأخذ كده انضبطت الكلمة. إذن همزتها همزة قطع، واللي هيكتبها بدون همزة هتكون خطأ. أتمنى يكون الشرح إن شاء الله واضح، وهنشوف مع بعض جملة بسيطة. طلاب الصف السادس الابتدائي اليوم، غدا إن شاء الله في المرحلة الإعدادية. كلمة الابتدائي يا ترى بدون همزة ولا بهمزة؟ وكلمة الإعدادي يا ترى بهمزة ولا بدون همزة؟ عشان أعرف كلمة الابتدائي بهمزة ولا بدون همزة هردها للفعل الماضي. الفعل الماضي بتاع الابتدائي ابتدأ. كلمة ابتدأ هكتب قبلها حرف الواو، ينفع أقول وابتدأ؟ لو قلت مثلا وابتدأ التدريب الآن مشيت معايا. إذن كلمة الابتدائي تكتب بدون همزة بهذا الشكل، لأن ألفها ألف وصل. طيب كلمة الإعدادي هنرجعها برضو للماضي، ماضي كلمة الإعدادي أعد، وهنكتب قبلها حرف الواو، ينفع أقول وعد؟ طبعا الكلمة بها خلل، هنكتبها بهمزة وهننطق بالواو أيضا ونقول وأعد. وأعد كده انضبطت الكلمة. إذن كلمة الإعدادي الصحيحة بهمزة، لو كتبتها بدون همزة يبقى خطأ، ولو كتبت الابتداء بهمزة أيضا خطأ. هنحل مع بعض التدريبات الواردة على همزة القطع. نشاط 4، اقرأ وأجب عن الأسئلة الآتية. أشاهد التلفاز مع أبي. أحمد يلعب مع زملائه في المدرسة. أنت فتاة مهذبة. نذهب إلى المدرسة بالحافلة. أرسم اللوحة بألوان زيتية. الكلمات التي تحتها خط، حروف ولا أفعال ولا أسماء ولا كل ما سبق؟ أشاهد فعل، أحمد اسم، أنت ضمير يعتبر اسم، إلى حرف، أرسم فعل، إذن كل ما سبق. هل نطقت الهمزة وكتبت في الكلمات السابقة؟ نعم. أشاهد، أحمد، أنت، إلى، أرسم، كلها نطقت. إذن كل هذه الكلمات نطقت الهمزة. همزة القطع هي الهمزة التي تثبت نطقا وكتابة دائما، سواء أكانت في بدء الكلام أم في وصله، وترسم بهذا الشكل فوق الألف إذا كانت مفتوحة أو مضمومة مثل كلمة أكل وأكل، وتحت الألف إذا كانت مكسورة مثل إبراهيم وإسماعيل. إذن همزة القطع لها أربعة أشكال، الألف فوقها فتحة، أو الألف فوقها ضمة، أو الألف وتحتها كسرة، وأيضا الألف علامة المد همزتها همزة قطع. نشاط 5، أعد كتابة الجملة مع رسم الهمزة في موضعها الصحيح. ألف أين كتاب الأستاذ؟ أين بدون همزة لابد أن تكون همزة، وكلمة الأستاذ اسم ما ينفعش أكتبها بدون همزة. إذن كلمة أين بهمزة وكلمة الأستاذ بهمزة، أين والأستاذ. باء قال الطبيب للمريض أخرج لسانك. أخرج هكتب قبلها واو وأقول وأخرج لسانك، ينفع أقول وأخرج لسانك؟ ما ينفعش. إذن هذه الهمزة همزة قطع، نكتبها صحيحة بالهمزة. جيم ذهبت إلى مكتب البريد لإرسال برقية لأمي. الهمزة في حرف الجر إلى بدون همزة خطأ، لابد أن تكون بهمزة. وأيضا كلمة لإرسال، إرسال احنا قلنا وأرسل، لازم نضع تحت الألف همزة. وكلمة أمي لابد أن نضع همزة في كلمة أمي، يبقى عندي ثلاث كلمات إلى وإرسال وأمي، إلى لإرسال لأمي. دال اجلس أمامي واقرأ الدرس. طبعا كلمة اجلس فعل أمر، هجيب قبلها حرف الواو عشان اعرفها همزة قطع ولا وصل، ينفع اقول واجلس امامي؟ تنفع، واجلس تنفع بدون همزة. طيب كلمة امامي ينفع اقول وامامي؟ ما ينفعش، لازم اقول وامامي. اذا كلمة امامي همزتها همزة قطع، وكلمة واقرأ الدرس همزتها همزة وصل ولكن في نهايتها همزة، يعني التصويب كلمة امامي بهمزة وكلمة واقرأ الهمزة في نهاية الكلمة. ها درست في إحدى جامعات الدول. درست في إحدى، إحدى همزتها همزة قطع، لابد أن نكتبها صحيحة. نشاط 6، اقرأ الفقرة التالية واستخرج همزة القطع. في أحد الأيام رأى أسامة طفلا يأكل الموزة ويلقي قشوره على الأرض، فاقترب منه ونصحه بألا يفعل ذلك. استجاب الطفل لأسامة
وأسرع إلى القشور وألقاها بسلة المهملات. في أحد الأيام همزة قطع، والأيام همزة قطع، وأسامة همزة قطع، والأرض همزة قطع، وكلمة بألا الذي همزة قطع، وكلمة أسامة أيضا همزة قطع، وكلمة أسرع وحرف الجر إلى، وكلمة ألقاها. بنكتب همزات القطع: في أحد الأيام أسامة الأرض ألا أسرع إلى ألقاها. نشاط 7: اكتب ما يملى عليك. تعد الصحة ثروة الإنسان، خلي بالي من كلمة الإنسان همزتها همزة قطع، حيث تؤدي الرياضة دورا مهما وحيويا في بناء الأجسام، كلمة الأجسام همزتها همزة قطع، فلا يوجد لممارسة الرياضة أي بديل، كلمة أي همزتها همزة قطع، للحفاظ على صحة الجسم البدنية ونشاطه، بالإضافة إلى أنها تسهم في الحد أو التقليل من الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، بالإضافة همزتها همزة قطع، وإلى همزتها همزة قطع، وأنها همزة قطع، وأيضا كلمة الأمراض همزة قطع. هنقول الفقرة تاني: تعد الصحة ثروة الإنسان، حيث تؤدي الرياضة دورا مهما وحيويا في بناء الأجسام، فلا يوجد لممارسة الرياضة أي بديل، للحفاظ على صحة الجسم البدنية ونشاطه، بالإضافة إلى أنها تسهم في الحد أو التقليل من الإصابة ببعض الأمراض المزمنة. بكده إن شاء الله قد انتهينا من درس اليوم، وانتظرونا إن شاء الله في الدرس القادم: الرياضة والتاريخ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.